مشاهدينا في كل مكان مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا الخاصه والمستمره على شاشه سي بي سي والعالم في العالمين على مدار اليوم وعلى مدار فعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده. خلاص وصلنا للويك اند الاخير من ضمن فعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده وسط استمرار الفعاليات المتنوعه سواء الفعاليات الترفيهيه او الثقافيه او الرياضيه او الغنائيه او عروض المسرح ضمن فعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده. النهارده كان في عرض جوي مميز استمرارا لعرض امبارح اللي اطلقته القوات الجويه المصريه بالتعاون بين القوات الجويه السعوديه، وشفنا استعراض الطيارين المصريين والسعوديين في سماء مدينه العالمين الجديده وتحديدا هنا في منطقه النورث سكوير. شفنا بقى اللوحات الفنيه الجميله اللي رسمها الطيارين في سماء مدينه العالمين الجديده. العرض الجوي ده بياتي استعدادا بقى لمعرض مصر الدولي للفضاء والطيران المزمع انطلاقه ان شاء الله من فتره من 3 ل 5 ل 9 في مطار مدينه العالمين الجديده وسط مشاركه 100 دوله من مختلف دول العالم وعدد كبير من المهتمين بالطيران سواء التصنيع العسكري او التصنيع الحربي في الطيران وايضا التصنيع المدني اللي الخاص بالطيران وكمان خبراء الطيران المدني او العسكري من 100 دوله زي ما قلنا حول العالم. بتستمر بقى الفعاليات الفنيه والثقافيه والمسرحيه هنا في مدينه العالمين الجديده خلاص في ختام مهرجان مدينه العالمين. النهارده ان شاء الله عندنا عرض مسرحيه العوالم خفيه برقع الحياه ودي مسرحيه بتجمع بين الاستعراض الراقص المصري المعاصر والاستعراض الراقص الشعبي هتكون ان شاء الله الساعه 8 على المسرح الروماني. كمان بتستمر الفعاليات الرياضيه والبطولات الرياضيه الخاصه بكل الفرق السنيه او كل الاعمار السنيه، بنتكلم عن بطولات خاصه بالاطفال، بنتكلم عن بطولات خاصه بالشباب، بنتكلم عن بطولات خاصه بالسيدات. كمان العروض الثقافيه مستمره معانا في مهرجان مدينه العالمين الجديده وبالتاكيد عندنا اكثر من 150 عرض ثقافي او فعاليه ثقافيه كانت ضمن فعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده، كان من ضمنها مهرجان نبته للطفل وكان من ضمنها معرض المكتبات او المكتبات المتنقله الخاصه بالاطفال في مدينه العالمين الجديده. كمان ان شاء الله عندنا بكره في ختام المهرجان حفله مميزه جدا في 3 اماكن في مدينه العالمين الجديده، بنتكلم عن منطقه النورث سكوير، بنتكلم عن المسرح الروماني، بنتكلم عن اليو ارينا، وحفله مميزه جدا للمطرب الراب او الرابر ويجز وحفله مكتمله العدد. الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وتذكرتي اعلنت ان الحفله كامله العدد. خلاص احنا بنتكلم بقى ختام مهرجان مدينه العالمين الجديده، ختام مهرجان مدينه العالمين الجديده مش بينعكس بالتاكيد ان احنا خلاص مش هنيجي نزور مدينه العالمين الجديده، لا، مدينه العالمين الجديده مدينه مكمله معانا طول فتره السنه لانها مدينه مصممه انها تكون دائما مدينه ليست موسميه، مدينه مستوعبه لاكثر من 4 مليون زائر. واحنا بنتكلم بقى عن فعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده وخلاص وختام فعاليات المهرجان، خلينا بقى نشوف اراء رواد وزوار مدينه العالمين الجديده في الفعاليات الخاصه. كمان كان العرض الجوي النهارده او منذ دقائق قليله في منطقه النورث سكوير ونسمع بقى رواد وزوار مدينه العالمين الجديده رايهم ايه في العروض الجويه اللي حصلت ورايهم ايه في فعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده. برحب بحضرتك على شاشه سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين، عايز اعرف بقى رايكم وانطباعكم بقى عن المهرجان واحنا خلاص بنتكلم في الاحتفال النهائي للمهرجان. طبعا المهرجان حاجه جميله خالص من اوله لغايه الاخر خالص، احنا النهارده شفنا العرض امبارح والنهارده حاجه جميله خالص وحاجه يعني شكلها جميل خالص، كل يوم الواحد بيكتشف حاجه جديده هنا في العالمين. طبعا انا المفروض ان بنصح اي حد يجي يشوف الجمال اللي احنا موجودين فيه هنا، بجد مصر جميله والعالمين جميله جدا واحنا فخورين جدا ان احنا مصريين وان احنا بنعاصر الحاجات دي وبنشوف الحاجات دي في عصرنا. طب عايز اعرف بقى من حضرتك، في الناس بتقول لا مدينه العالمين الجديده مخصصه لفئه معينه او طبقه معينه من الشعب، شايفه الموضوع ده ازاي وشايفه مهرجان العالمين عمل ايه في مدينه العالمين؟ لا ما شاء الله انا شايفه انه اي حد يقدر يخرج ويتفسح ويشوف كل الاماكن دي حتى من غير ما يصرف جنيه واحد بس، يعني احنا ممكن ننزل ونقعد يمكن نروح الساعه 4 من هنا وما نصرفش اي حاجه ولا تدفع اي حاجه، كل ده متاح، كل ده مفتوح، مفيش مكان احنا فكرنا ندخل قبل كده وقالوا لا ده مغلق او ده لناس معينه او كده، لا خالص كل الاماكن مفتوحه لكل الناس في اي وقت. يعني اقل حد يقدر يجي واعلى حد يقدر يجي وكلنا في نفس المكان، كل الناس في نفس المكان. عايز اعرف بقى تعالى انت اكتر حاجه بسطتك ايه هنا وانت اسمك ايه؟ حمزه. اكتر حاجه بسطتك يا حمزه هنا في المهرجان وفي مدينه العالمين؟ العرض ده. اتفرجت على العرض الجوي؟ ايوه. اكتر حاجه بسطتك في العرض بقى شفت ايه من خلال العرض؟ انبسطت في العرض قد ايه؟ يعني ايوه الطيارات وهي بتطير والعرض والقلب.
يا رب دايما مبسوطين، ورب دايما مبسوطين في مهرجان مدينه العلمين الجديده. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين مع حضراتكم في التغطيه الخاصه لفعاليات مهرجان مدينه العلمين الجديده على مدار اليوم حتى انتهاء فعاليات هذا المهرجان ان شاء الله اللي هينتهي طبقا للجدول المنصوص عليه غدا باذن الله.